مرحبا مشاهدينا، موجودة حاليا في معرض دبي الدولي للسيارات في نسخته 14، وتحديدا في جناح روز رايز الشرق الأوسط، وذلك لحضور مؤتمر إطلاق النسخة الجديدة لفانتوم 8. خلونا نتابع مع بعض تفاصيل هذا المؤتمر. معرض دبي تعرف علامة فارقة في عالم مؤتمرات السيارات، من كل الوكلاء بيكونوا حريصين ان هم يتواجدوا في معرض دبي للسيارات. النهارده بنقدم التحفة الفنية الرائعة لشركة روز رويز الفانتوم، اللي كانت دايما الأعلى والأفضل في علامات روز رويز. العلامة دي الفانتوم بعمرها أكثر من 90 عام، النهارده بتتقدم لتاني مرة من خلال مجموعة شركة بي ام دبليو من على الستاند عندنا. الفانتوم الجديد اللي ورايا هي الفانتوم 8. بعد 14 عام عشان تقدمي سياره موجوده مع الكاستمر بهذا العمر، كان لازم تقدمي حاجه مختلفه تماما وحاجه جديده تماما. النهارده في السياره، سياره بالكامل مختلفه، اخف وزن، اقوى، اعلى، هي تعتبر افضل سياره رولز رويس او افضل سياره في العالم على الاطلاق. السياره دي تتمتع برفاهيه غير عاديه، سكون تام داخل السياره، ماجيك كاربت رايت او البساط السحري للقياده بالوصف التفصيلي. السياره بتقدم في حلتين، واحده اللي هي الشورت ويل بيز او السياره القصيره، او ثانيه اللي هي الاكستندد ويل بيز. طبعا في فرق في السعر ما بين الاثنين. الشورت ويل بيز بتبتدي معانا من 1,980,000، وبتروح بعد كده على حسب الاوبشنز، تقدري تضيفي 1 مليون درهم في الاوبشنز لو حبيتي او اكثر. اللونج ويل بيز بتبتدي من 2.2 مليون درهم، وبتروح من هناك لارقام ثانيه. ده كله طبعا لان زي ما تفضلتي انواع الجلود اللي بتستخدم في السياره، الكالرز بتاعها، هل النهارده بتستخدم احنا حتى الخيوط، الكاستمر عندنا من حقه يتدخل في لون الخيوط اللي بتحاك بيها الجلود السياره. احنا الجلد بتاع السياره بتاعنا من اعلى انواع الجلود في العالم، وفي دايما تحدي للمهندسين التصميم ان الجلد في السياره لما بتقودي السياره ما تقدريش تسمعي صوت الجلد في احتكاكه ببعضه. ده تحدي روز رويس خدته من بدايه الفانتوم وبتستمر فيه مع كل موديلاتها. النهارده في جاليري داخل السياره، الجاليري ده قطعه فنيه خلف زجاج ما فيهوش هواء من الداخل، للناس اللي هي بتخاف من وجود الغبار او غيره. ده الجزء الجاليري ده بيمتد من بدايه الداشبورد لتقريبا لوحه العدادات، يضاف فيه انواع مختلفه من الفنيات. احنا عندنا 8 اضافات على الشورت ويل بيز و6 اضافات على اللونج ويل بيز، كلهم جاهزين نوريهم الكاستمر. في حال ما عجبش الكاستمر اي حاجه منهم بنحط اضافات مختلفه. النهارده بتقدم لاول مره البلاك بادج الدون. السياره الدون سياره تقدمت العام الماضي، سياره الرفاهيه الكاشف اللي تمشي اللي فيها كاستمر يتمتعوا بالجو الخارجي بشكل مختلف. النهارده اضفنا ليها للدون البلاك بادج اديشن، هو سب براند من روز رويس قدمته من سنتين على الجوست والريف اللي هم من السيارات اللي كانت موجوده الاربع ابواب والبابين، فاضاف لهم النهارده على عائله الدون البلاك بادج اديشن. هي بتكون اعلى، اقوى، الهورس باور بتاعها اكتر، 30 هورس باور احسن، التورك بتاعها اعلى، الويلز بتاعتها هي كربون فايبر، فيها لمسات من الكربون فايبر من الداخل، زائد علامه الانفينيتي اللي بتميز السب براند اللي هو البلاك بادج. معانا كمان الكاليجرافي اديشن من الجوست الاكستندد ويل بيز موديل 2018، تقدم لاول مره في الموديل ده بروح الخط العربي. في ابداع كنا عملناه مع تعاون مع واحد الفنانين المشهورين عالميا بالكاليجرافي، وعمل لنا روح السعاده او السبيريت اوف اكستاسي، التمثال بخط اللغه العربيه. هو روز رويس ايه ذا ايمج، يعني احنا الايمج بتاع روز رويس هو ده اللي بيبحث عنه العميل دايما، مش العكس. احنا بحثنا بيكون من خلال الكاستمرز اللي هم بيحاولوا دايما يكونوا في حاله تميز وفي حاله رفاهيه مختلفه عن اي مألوف، وبالتالي هم دول الكاستمر اللي بيستحقوا وجودهم داخل السياره، بيقدروا العلامه او البراند بتاع روز رويس. خذ افضل ما هو موجود واجعله افضل مما هو عليه، وان لم يكن موجودا فقم بتصميمه. هذا هو شعار روز رويس التي حازت على لقب افخم سياره في العالم.
كانت معكم رشا رمضان من معرض دبي الدولي للسيارات لقناة الظفرة.